عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور القداوي، أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي بمدينة القنيطرة مستشفى الإدريسي. ففي هذه الفترة ديال الحجر الصحي وديال رمضان المبارك الكريم ارتئينا مع قناة كينيترا 36 باش نخصصوا واحد حصص أسبوعية من خلالها المرضى ديال الجهاز الهضمي يراسلونا ويطرحوا علينا الاسئله ديالهم، وانا ان شاء الله نحاول قدر المستطاع نجاوب على الاسئله كاملين ان شاء الله. تساؤلات، الى عندكم تساؤلات، عندكم بغيتوا نصائح كيف تتعاملوا مع امراض نتاعكم وفي هذه الفتره هذه بالذات، فانا مستعد نجاوب عليها. من بين كما تعلم من بين الامراض ديال الجهاز الهضمي فهناك التهابات المعدة، أمراض المعدة، التهابات الأمعاء والأمراض ديال الأمعاء، وأمراض الكبد والبنكرياس إلى غيرها. فطرحوا علينا الأسئلة ديالكم وخلال قناة كينيترا 36، ونتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم ونجاوبكم قدر المستطاع. في انتظار ذلك دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.